كما تلاحظون معي يخطف الأضواء من الجميع اليوم. هداف الدوري يخطف كل الأنظار في هذه اللحظات، تهديد لكل منافس الآن، الجميع يدرك قدراته التهديفية الكبيرة أمام المرمى، قد نراه يضيف هدف لسجل التهديف في هذه المباراة. سيداتي لساتي سادتي، أجمل تحية مني أينما كنتم، اليوم نجلب لكم مباراة كبيرة في أجواء حماسية وغير عادية. محدثكم من كابينة التعليق فارس عوض يتمنى لكم مباراة ممتعة. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في بطولة الدوري الإنجليزي. مع كل هذه الإثارة المصاحبة للمباراة، نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة قوية على أرضية الملعب. اليوم نأمل بأن نتابع مباراة قوية، نريد أن نشاهد فنيات ومهارات وإبداعات مميزة في عالم كرة القدم. هذه كرة هدف الآن. اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخب. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. قوية والكرة إلى حارس المرمى كرام، الحارس ينقذ الكرة بسهولة. والراية هنا تعلن عن حالة تسلل موجودة، تسرع واضح في التمرير، كان يجب الحفاظ على الكرة وانتظار التمركز الصحيح قبل لعب الكرة. فرصة لإرسال الكرة في الشباك، فرصة خطيرة كانت على المرمى، الله على الدفاع ليبعد الخطورة. وولفز ينطلق بالكرة للأمام، راية من الحكم في إشارة لتسلل. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. تدخل غير قانوني من وجهة نظر الحكم، قد نشاهد إخراج البطاقة. تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. ناتشو فيدال، بينية خطيرة، نزول افتكاك الكرة في منطقة الجزاء، الحكم لا يحتسب مخالفة. وصلنا للتو خبر عن هدف في مباراة مانشستر يونايتد. نعم، الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، سجل الهدف كريستيانو رونالدو، كرة رأسية تظهر مدى روعته وبراعته في مثل هذه الكرات. النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء، وذلك بعد مرور 25 دقيقة لعب. هذا كل ما لدينا حاليا بالنسبة لآخر التطورات. تمريرة ملعوبة، سالم الدوسري، حالة تسلل يعلن عن وجود حكم المباراة المساعد. قطع للكرة قبل أن تزداد الخطورة. مساحة موجودة على طرف الملعب. هنري، المرمى يتصدى لقذيفة صاروخية. فريق الولفز لا يملك الأفضلية في امتلاك الكرة في الملعب اليوم. هذا لا يهم بالتأكيد، طالب كرة خطيرة، تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. محاولة هجومية من جانب فريق الولفز. الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جدا. كرة
كانت لابد تنفذ بشكل خاطئ. شوف اللقطة الماضية لم تستغل بشكل مطلوب، لم تشكل أي خطورة تذكر على المرمى. في اللقطة الماضية كان عليه أن يفكر في حلول أفضل في هذه الكرة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. فرصة خطيرة هنا، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة، يستعيد الكرة بدون خطأ بشكل ممتاز، يتدخل فيها. الشوط الأول ينتهي واحد. الشوط الثاني ينطلق الآن، الأمطار ما وقفت، لا زالت الآن تتساقط على أرضية الملعب. وصلنا الآن خبر عن بيعت فيها، يتقدم فيها، فرصة متاحة، لقطة هدف، لكن الحارس موجود، يتألق ويدافع عن المرمى. ركنية تنفذ بشكل قصير، اعتراض ناجح للكرة، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. نكرر دائما بأن التوقيت أهم شيء في تفادي الوقوع في التسلل. التسرع في التمريرة هنا كلف الفريق الفرصة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، يا رب ممتازة هذه اللقطة، جبل فوق حارس المرمى. نتابع الهدف مرة أخرى، تمريرة بينية رائعة، ونشوف النهاية الجميلة من مسافة قريبة وكيفية رفع الكرة بكل مهارة لتستقر في الشباك. مشاهدينا النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يستحوذ على الكرة، مساحات كبيرة في الجناح. ماير، شوف قطع الكرة أبعد الخطورة. اعتراض ممتاز، توقيت مثالي، استعادت الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. تدخل جميل من اللاعب، يا سلام على التمريرة، يا رب الله عليك، الله عليك يا مجنون، يا ممتع يا فنان، شوف اللعبة، شوف الكرة. نشوف إعادة الهدف ونشوف كيف مررها، حلوة كانت الزميلة ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. صافرة من الحكم بتوقف اللعب بسبب إصابة اللاعب. أوه إصابة خطيرة، أعتقد المدرب الآن كل اللي يتمناه أن هذه الإصابة ما تبعد عن الملاعب لفترة طويلة، بالتأكيد إصابة قوية. الآن الحكم يعمل عملية الإسقاط بعد خروج اللاعب المصاب. ينسن، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. عنده فرصة للتسجيل، اوهو ماذا يفعل الآن؟ يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك.
ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. شوف التدافع للحصول على الكرة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. فرصة خطيرة هنا في المرمى. يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. هدف يوسعون من خلال الفارق ويجعلون الأمور أصعب على الخصم. في رأيي انتهت المباراة. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. التعب واضح على اللاعب في هذه اللحظات، واعتقد ان من الافضل استبداله، لكن هذا قرار مدرب. فرصة كبيرة للتسجيل، تصدي الكرة في الملعب. يا الهي، هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. تدخل ناجح على الكرة. سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. وصلنا للتو خبر عن هدف في مباراة مانشستر يونايتد. نعم، هدف ثالث لمصلحة مانشستر يونايتد. سجل الهدف كريستيانو رونالدو، وبهذا يكون قد سجل ثلاثي اليوم. بر فيها، انطلق فيها، راح. كرة بتتشتت، كرة بتتخلص في الوقت المناسب، كم ممكن يكون فيها كلام ثاني في اللقطة الماضية. عرضية تفتقد للدقة، تحولت إلى ركلة مرمى. سنشاهد التغيير الآن. حقيقة تغيير في محله، لأن الأرقام لا تكذب هنا، وكان واضح الأداء الضعيف اليوم في أرضية الملعب. أربع دقائق أخرى أقرها حكم المباراة كوقت بدل ضايع. تدخل جميل من اللاعب، تصدي ولا أروع من حارس المرمى. ركنية تنفذ بشكل قصير. يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا، والصافرة تأتي في هذه اللحظات معلنة عن فوز الضيوف. كل من يتابع هذه المجموعة يعرف أهمية هذا اللقاء والتنافس القائم بين الفريقين. هذا أمر يعطي لقاء اليوم أهمية كبرى في إطار دوري أبطال أوروبا. نحن على بعد دقائق من بداية المباراة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام. أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. معكم المعلق فارس عواض مشاهدينا الأعزاء. مباراة اليوم تأتيكم ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. فريق سيسكا موسكو ضد فريق وولف.
مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. التمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة، ينطلق بالكرة الخطيرة، سدد بقوة لكن غابت الدقة، كان بإمكانه أن يبحث عن حلول أخرى، فضل التسديد لكن في النهاية ضاعت. تركيز شديد عليه من البداية لأن أمل الجماهير في هذا اللقاء. المساحة أمامه في هذه اللحظات، يا رب كرة في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على كرة أولى، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. هنا في دوري أبطال أوروبا حيث تشاهد أندية النخبة في أوروبا تتنافس فيما بينها على من يتوج بعرش أكبر الكؤوس في هذه المسابقة، والبداية تكون من دور المجموعات حيث يبدأ كل فريق في رمي أوراق ترشيحه للبطولة. أوبلياكوف يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة، بيعدي وبيمر بالكرة، حلوة الكرة العرضية في المكان السليم لكن عدت بدون خطورة. بانيكا تسديدة لا تمر، انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. وولفز يخسر الكرة في هذه اللحظات، عمل جيد في منع الكرة من الخروج، كرة في مكان خطير، استخلاص ممتاز داخل المنطقة، فريق الولفز لين فرصة خطيرة هنا، بيلعبها لوب، مستحيلة هذه اللقطة، جيب من فوق حارس المرمى، الله الله، إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الحكم استأنف اللعب ثم عاد بعد ذلك إعلان الخطأ. بيهرب فيها من الرقابة، يا سلام على المهارة، يا لحيم، أي تصدي، أي روعة، أي قوة، الدفاع يعترض الطريق، اعتراض يمنع مرور التسديدة، يا رب روعة وتألق، ارتماء سريعة وتصدي على الطاير، ضغط متقدم على الخصم، عرضية يوقف الدفاع في الوقت المناسب، رأسية بدون دقة تمر بجانب المرمى، تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. الشوط الأول ينتهي بهدفين. نبدأ الآن شوط المباراة الثاني على تفوق فريق وولفز.
تدخل سليم، الكرة إلى رمية التماس. مجهود طيب في الاحتفاظ بالكرة. استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. كرة هدف في هذه اللحظات. ثقة كبيرة عند حارس المرمى في التعامل مع الكرة، تركها تمر وكأنه يحفظ أبعاد المرمى. ضاعت الكرة، عد بيعدي فيها، بمر بيعدي، تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه، الله على التصدي. ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. حالة التسلل يعلن عن وجود حكم المباراة المساعد. ماريو فرنانديز، أوبلياكوف، افتكاك ممتاز للكرة. الدفاع يفضل ابعاد الكرة بعيدا عن المرمى. وولفز ينطلق بالكرة للأمام. أوبلياكوف، تدخل في توقيت مناسب، الله على استخلاص الكرة. فرصة متاحة للتسجيل. أوهو، على هذا التصدي أي حارس مرمى، أي إمتاع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة قريبة، حارس مرمى كبير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أرقام جميلة مشاهدينا تؤكد تفوق الفريق المريح في مباراة اليوم، سواء على مستوى النتيجة أو على مستوى الفرص والمحاولات على المرمى، ولتثبت بأن الكرة الهجومية الفعالة لديهم حتى الآن ناجحة بشكل ممتاز. أوبلياكوف يبعد الكرة بعد هذا التدخل. حكم يحتسب المخالفة بعد ما فقد أيضا مبدأي تحت الفرصة. بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. مستحيل، أي هدف هذا، أي تسديدة، أي كرة من مسافة بعيدة حطها في المرمى، الله على هذه الطلقة. شاهد التسديدة المميزة التي جاءت من بعيد والتي أسفرت عن هدف رائع، مرة من الجميع وحرك الشباك. شوف من وين كانت ملعوبة، تصويبة متقنة من مسافة بعيدة جدا. دائما ما تكون الأهداف الناتجة عن التسديد من مسافات بعيدة أجمل ما يمكن أن تشاهده في كرة القدم، وهذا الهدف واحد منها. الله على الكرة، ينزل السلايد فيها، يبعد الكرة بدون خطأ، بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. حكم يعود لاحتساب هذا الخطأ بعد ما ترك الفرصة للاستفادة من الكرة. مدرب على وشك القيام بتبديل في هذه اللحظات. فرصة لإرسال كرة عرضية. الدفاع يعترض الطريق. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. فرصة للتسديد. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. ممكن هجمة مرتدة الآن. حكمت المباراة عن دقيقتين كوقت بدل ضايع. تبعد الكرة من أماكن الخطورة.
وهذه الصفقة نهاية المباراة ينجح الزوار في تحقيق الانتصار. أداء كبير وفوز مقنع بنتيجة كبيرة، عمل رائع من الجميع داخل الفريق وفوز يدفعهم لمزيد من النتائج القوية. لعب مباراة بشكل جيد.